We have past tenses, word formation, and time expressions. I mean, in this unit 3, we are talking about different things. We have the past tense, the زمن الماضي, and word formation, يعني كلمات, and time expressions, اللي هي expressions اللي تدل على time. It all went wrong. Went, يا زمن went عندي. عندي go, زمن المضارع البسيط. عندي went, يا زمن, زمن ماضي بسيط. Go, شنو ماضيها؟ ماضيها went. Okay, so خلوني أقرأ لكم هذه الكلمات وأنطيكم كل كلمة شنو الزمن مالتها. Here are the past tense, زمن الماضي. زمن الماضي شنو قاعدته؟ السبجكت اللي هو الهي أو الشي أو الات بلس شنو عندي؟ عندي الإيدي يضاف للفعل. الإيدي يضاف للفعل, هذا زمن الماضي. وعندي زمن الماضي اللي هو مستمر, اللي هو حدث يحدث بالماضي لفترة معينة ويستمر لفترة معينة. شو نستخدم له؟ نستخدم له was و were plus فعل B-I-N-G. For example, they were studying, for example, English in England. هم كانوا يدرسون اللغة الإنجليزية بإنجلاند. فحدث يعني حدث بالماضي لفترة معينة. فخلنا نشوف, لكن الماضي يحدث حدث بالماضي وينتهي بعد. For example, I'm married. أنا متزوجة. I'm married. Married يا زمن, زمن الماضي. حدث بالماضي, يعني أنه حدث يحدث بالماضي وينتهي بعد, يعني ينتهي بعد ما يصير له شيء. Okay, so what we have here, عندنا هنا كلمات, أنا بعض من عندهم راح أحلهم لكم, هن كلش مهمات طلاب. فهنا عندي where, يا زمن, زمن الماضي. شنو أصلها؟ أصلها be. So شنو زمن, زمن ماضي؟ أصلها see. Went أصلها اللي هو اللي يقول write the infinitives, يعني اكتب أصل الكلمة بدون أي زمن. Went أصلها go. Told أصلها tell. Said أصلها see. Had أصلها have. Took أصلها take. Give أصلها give. Gave هنا أصلها give, يعني اللي هي بالوسط I. Got أصلها get. Could أصلها can. Mad أصلها make. Did أصلها do. فهذه الكلمات كلش مهمات, أنطيك إياهم بالامتحان, هي بزمن الماضي مثلا مثل دني, وأقول لك انطيني الانفينيتيفز. الانفينيتيفز يعني مصدرهن أو أصلهن. أوكي, let me jump this. This is not important. It's talking about something about his friend and his parents were fast asleep in bed. This is not important. Let me pay attention for the most important things. Bus form. Write the bus forms of these irregular verbs from the article. نحن منطين article يعني موجودة بنهاية الكتاب طلاب 3-2 موجودة بنهاية الكتاب صفحة 119 اللي هو transcript 3.2. يعني يقول استخدم هاي الكلمات, سوي له من هاي الكلمات فد مقالة. أنا بالامتحان ما راح أطلب منك فيك وأقول لك سوي لي فد مقالة من هاي الكلمات. أنطيك هاي الكلمات وأقول لك انطيني الماضي مالتها. شوف هنا أنا ماضي. Write the past form of this irregular verb. هاي irregular verb يعني شواذ. يريد الباست فورم مالتها. Number one. راح أقرأ لك أنا راح اقرا الجمل اللي هي يقول سوي لي من عندهم ارتكل, يعني من كيف ما يريد جمله. نمبر 1 اللي هي ويك, شنو راح يصير بالماضي؟ ووك اب. ويك يصير ووك. ووك اب يعني استيقظ. نمبر 2 فور اكزامبل, هي ووك اب بيكوز هي واز ثيرستي, هو قعد لانه يعني استيقظ لانه عطشان. نمبر 2 هير يسمع, سويها بيا زمن, زمن الماضي يصير هير. فور اكزامبل هير ريد. He heard a noise in the kitchen. هو سمع صوت بالمطبخ. Number 3, find. شنو زمن الماضي مالتها؟ Found. For example, he found three men. Number 5, keep. شو صير؟ صير kept. For example, Ali's mother kept him purse in her handbag. Leave. شو صير؟ صير left. For example, they left at 5 o'clock, هما غادروا الساعة بالخمسة الصبح. 7, شنو عندي؟ hold.
when they left, Rasul watched TV. Coach, for example, the police caught the man the next day. Okay? Think, for example, thought, for example, he thought that they left the house. Okay? I didn't wake up at 2, he woke up at 3. Wake up, شنو الماضي مالتها, woke up. Okay? هذا كذلك, write the past symbol of this verb. مطين أفعال, read the past symbol, زمن الماضي مالتها. For example, ask, ask, show, show, want, want, هي نفسها ماضي. Want, wanted, easy. Walk, walk, start, started, like, like, believe, believe, use, use, stop, stop, plant, plant, try, try, carry, carry, تقلب الواي إلى I, ونضيف easy. Okay, so this is not important. Let me go to the just important things. For example, هنا أنا منطيني كلمات بهذا التمرين وطالب من عندي أربطها بالكلمات الثانية. أي كلمة مناسبة إلها من الكلمة الثانية أربطها وياها. راح أحلها لكم طلاب. For example, break up, break up. Break a cup. راح أقرأ لكم الجمل كاملة. موجود طبعا حلهن صفحة 119, فأنا راح أحل لكم عندهم 3 أو 4 وأنتم تحلون الباقيات. موجودات ترانسكريبت 3.4, موجود صفحة 119 اللي هو تمرين 3.4. أوكي, راح أحل كم واحدة من عندهم. I broke a cup but I mended it with the club. Number 2, I felt old, so I went to bed. Number 3, I made a sandwich. هاد أنا دا أحولهن. إما نحولهن أحولهن زمن ماضي. Okay. Break صارت broke. Feel صارت felt. Make صارت made. لأن دا أحولهن ماضي. Number 5. Number 4. I had a shower and washed my hair. Number 5, I lost my passport, but then I found it at the back of a drawer. Number 6, I called the police because I heard a strange noise. Number 7, I ran out of coffee, so I bought some more. Okay, والباقيات حلوهن موجودات في صفحة 119 نهاية الكتاب. I watched TV. Watched يا زمن ED, زمن الماضي. I went swimming. I went swimming. يا زمن went, زمن الماضي. Okay. شوفوا هنا طلاب, هذه الظروف اللي تدل عندي على زمن الماضي. Last year تدل على الماضي. Last weekend تدل على الماضي. On your last birthday. On your last holiday. هذه كلها last, أي شيء باللاست يدل على الماضي. لكن next, next night, next weekend, هذا شنو؟ يدلن على يا زمن, زمن المضارع. Sorry, زمن المستقبل البسيط. This is not important. Okay. Let me read this. This is important. When we arrived, she made. She was making some coffee. شنو الفرق بين الجملتين؟ كلش مهم. When we arrived, هيا زمن. When we arrived, هاي زمن الماضي البسيط. She made, يعني هي هاي الجملة وهاي الجملة. لكن اثنينهم جملة مرتبطة بالثانية. When we arrived, لما احنا وصلنا, يا زمن زمن الماضي. She made, همتين زمن الماضي. Some coffee, هي لما احنا وصلنا هي سوت لنا بعض الكوفي. She was making, يعني الاولى زمن الماضي البسيط, لكن الثانية زمن الماضي المستمر. شنو تقولوا لي الفرق هسه بين الجملة الاولى والثانية؟ اثنينهم بالماضي, لكن الفرق شنو؟ الجملة الاولى راح اشرح لكم اياها بالعربي شنو معنات. When we arrived, she made some coffee. When we arrived بمعنى يقول لمن احنا اجينا وصلنا, she made some coffee, يعني هي كانت مسويه لنا قهوه, يعني مسويتها شلون ومحضرتها بس من اجينا احنا صبت لنا اياها. يعني زمن حدث بالماضي وانتهى. She made some coffee, يا زمن زمن الباست سمبل, زمن الماضي البسيط. لكن الجملة الثانية, when she arrived, she was making some coffee.